هل تعاني ليبيا من مشكلة الركود التضخمي؟ أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج فلوسنا. خلينا نشوف هذا التقرير على السريع ونرجع من جديد. القطاع الخاص في معظم دول العالم رافداً مهماً للعمليات والأنشطة الاقتصادية ومحركاً أساسياً وحيوياً لعمليات التنمية والازدهار الاقتصادي ونمو الدخل، كما أنه يساهم في الحد من العديد من المشاكل الاقتصادية لعل أهمها تخفيف وطأة البطالة. لكن واقع الحال في ليبيا كما العادة دوماً يختلف عمن سواه من اقتصاديات الدول الأخرى، فالقطاع الخاص عانى ويعاني من صعوبات جمة، فمن حرب لم تتوقف إلى جائحة كورونا التي سببت في إقفال معظم أبوابه، فلا دولة وفرت له سبل النجاح، بل العكس، قامت الدولة بزيادة مرتبات العاملين بها، وأحدثت حركة تعيينات لا تتناسب وحجم الأعمال الحكومية، فكثرت الوظائف الخالية من أي واجبات، وبات من الصعب إقناع الناس بالتوجه للقطاع الخاص، كما لم تبدي الحكومة أي مساندة للمشاريع الصغرى والمتوسطة، مما أدى بجزء كبير منها إلى عمليات إفلاس وإغفال لأنشطتها الاقتصادية، وتحول أصحابها إلى العمل الحكومي إذا ما وجدوا فرصة سانحة للتعيينات. البعض يرمي باللائمة على التجار، فهم من وردوا إلينا الحاويات الفارغة، وآخرين يلقون بالكرة في ملعب البنك المركزي وسياساته المتضاربة الأحادية القرار، وجزء آخر يتهم الحكومة بعدم المبالاة ومحاولة إظهار نفسها بموقف السيد الكريم الذي يغدق على رعاياه بعض الأموال، وهو حتما أمر لن يتحقق على الدوام، فالمال ينفد والاحتياجات تتزايد. وما بين هذا وذاك، فلا زال الاقتصاد الليبي يسارع رياحا عاتية واختلافات عميقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، دون ما تأكيد على أن القادم أفضل، بل أن المؤكد بأن هذه المصاعب ستلقي بظلالها أولا وأخيرا على المواطن، فهو الحلقة الأضعف وإن كان الرهان على رضاه مؤقتا، ولكن حتما سيظهر بعد انقشاع الضباب على أي مرفأ رسى مركب الاقتصاد في هذه المرحلة. وهل التجار جزء من المجتمع وركن اقتصادي هام في حياة هذا المجتمع، أم هم فقط مصصوا دماء هذا الشعب؟ أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ورحب بكم ورحب بضيوفي الكرام، السيد الصادق المدهون مدير عام تريبولي مول، والسيد محمد مماش رجل أو تاجر مواد غذائية، أيضا حينضم معنا بعدين السيد عبد الباسط الحاج رئيس لجنة تجار الغيار بقرية الساعدي الفلاح، وأخيرا بعدين حينضم معنا السيد عبد الحميد الفضيل المحلل الاقتصادي. أبدأ مباشرة بك السيد صادق المدهون مدير عام تريبولي مول، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لقبولك دعوتي اليوم. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك لبرنامجك الممتاز هذا جدا. الله يسلمك. ورحبوا بالأخوة الضيوف ورحب بالأخوة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم ومرحبتين بكم. أهلا وسهلا بك. أنا سيد الصادق نبي نغوص معاك في مشاكلكم وما إلى ذلك. أنت عندك تملك سوق ما شاء الله كبير في طرابلس معروف تريبولي مول اللي فيه تجورة هذا. بداية قبل ما نخش معاك وفي مشاكل متاعكم وكذا، من شن يعاني الوقت الحالي؟ يعني نسمع في ناس هل بيسكروا في محلاتهم، نسمع في تدمر من التجار، ان الوضع ماهوش زي ايامات او سنين فاتوا، في حاجه اختلفت فعلا لهذه الدرجه او لا سيد الصادق؟ طبعا استاذ احمد، فيه طبعا في تغييرات كبيره اللي هي ارتفاع في الاسعار. سمحني استاذ احمد، من سنوات فاتوا كان مثال نقول صندوق الزيت في الارتفاع وصل ل 50 و 45 و 60 دينار، حاليا صندوق الزيت من 90 ل 100 دينار استاذ احمد. صندوق الطماطم اللي كان من 30 35 تو 75 و 80 دينار، باكل الحليب اللي كان بزوز ونص ثلاثة أربعة ونص وخمسة ونص تو حليب باكل الحليب، قصدي الأجبان
توصل ل 27 و 28 دينار و 30 دينار، وتوصل في فترة توصل ل 40 دينار استاذ احمد. فهمت؟ هذا اللي سبب ارتفاع الاسعار. وش سبب ارتفاع الاسعار؟ اللي هو التوحيد الصرف اللي حطوه طبعا في حدود 4 دينار و 52 قرش، لكن جهة فعل للشركة يقول لك احنا كيف نحولوا الدولار يتحول عليه 5 دينار. زيد حاجه ثانيه هي عمليه الشحن استاذ احمد، عمليه الشحن راهو الحاوله اللي كانت قالك ب 2000 و 2500 دولار تو 8000 دولار، هذا كله استاذ احمد شو بيسبب في ارتفاع في الاسعار. يعني نبي نعرف، يعني نبي نفهم حاجه، يعني هل نستطيع نقول ان يا ريتنا ما غيرنا سعر الصرف، وان سعر الصرف هو اللي وصلنا للموصله هي؟ طبعا سعر الصرف استاذ احمد انت في السنه فاتت قلنا كيف كانت الاسعار الدولار بتقريبا ب 3.5 ولا حاجه زي هذه، كانت اسعار الحمد لله قصدي معدله شويه، لكن تجي انت تزيد دينار ولا دينار ب انا سؤالي حنبسطه سيد الصادق، لاني يعني الحقيقه ما نتفقش معك 100%، لكن بنسمع منك يعني. لو ما تعدلش سعر الصرف ل 4.5 جنيه، بكم كان توصل، بكم شيشه الزيت اليوم عندك انت في محلك في تريبل ليمون؟ حاليا من 7.5 ل 8 دينار شيشه الزيت. هل لو كان ما تغير السعر الصرف، لو كان ما نحطش ب 4.5 وكان في السوق السوداء ب ب ب ب 3.80 جنيه في المصرف و 7.5 في و 8 في السوق السوداء، هل شيشه الزيت تو حتكون باقل من السعر اللي تبيع فيه تو ولا اغلى؟ كل ما ينخفض سعر الدولار، كل ما ينخفض سعر الدولار حتنزل الاسعار. في حاجه ثانيه استاذ احمد، حاجه ثانيه ان في راو الاسعار راو عالميه زي الزيوت، هذه راو اسعار عالميه بالضبط. ممتاز. به سعر العالمي قديش زاد؟ قديش زاد عالميا سعر الزيت؟ قديش راو نجي تو راو في من شركات تجي انت حتى تو تحسب تخش البورصه العالميه قديش الطن واحد، تجي انت تقول مرات احنا وعلى سعر الدولار اللي تو تقول احنا قاعدين نبيعوا فيه ارخص. لو بتجيبها 200 احنا تو نبيعوا فيه ب 90 دينار، انت لو بتجيبها 200 على سعر اليوم يسوى 96 دينار. فهمت؟ هذه اللي هي عمليه الزيوت، عمليه بورصه اللي هي بالطن. يعتبر مرات ممكن اسبوعين ولا شهرين مرات في انخفاض وفي ارتفاع. تو الناس يسمعوا لك بانتباه، انت في تريبولي مول يعني تقول ان 100% من البضاعه غلت بعد ما توحد سعر الصرف، ها؟ طبعا غلت كلها، زادت في ارتفاع. يعني ما كانش، يعني التجار كانوا صح. يعني التجار كانوا كويسين، يعني التجار كانوا كويسين، كانوا يجيبوا ياخذوا في اعتمادات بجنيه ونص ويجيبوا بجنيه ونص، كانوا كويسين، معناها ظلمناهم احنا. والله اسمع استاذي، هذيك في فتره الاعتمادات اللي هي اللي ممكن 2017 ولا 2018 هذيك، ومش كل الشركات اللي يعطوا فيهم، اللي يعطوا فيهم هذوك من الاعتمادات يجيبوا في كميات محدوده والباقي يوزعوا فيها على 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 الاسواق. يا سيد مدهون، سيد صادق، لا سؤالي بس التاجر كان يسعر على السوق السوداء ولا كان يسعر بقداش ما كان يشري بالدولار؟ على شين كانوا تسعر الناس قبل؟ الناس تسعر على الدولار استاذ، قد ما ياخذ اللي خذاه به الدولار حيسعر به. هذا الشركات. حاجه ثانيه استاذ احمد، احنا كتروبلي مول باهي، احنا شركه تسويق، ناخذ من الشركات نديروا نسبتنا، فهمت، ونبيعوا. احنا الشركه ليش استيراديه، احنا شركه محليه اللي هي خاصه بالتسويق. كتروبلي مول ياخذ من الشركات، فهمت، ياخذ مثال اي حاجه، مثال ناخذ صندوق الزيت ب 88 حاليا و 86، قصدي احنا عندنا نسبه بسيطه جدا استاذ احمد. كم نسبتكم تقريبا؟ احنا بالنسبه للغذائيه ما تفوتش 8%. 8% مواد غذائيه من 6 ل 8% الغذائيه. هذا من ضمن هذا من ضمن التالف وكل الاضرار اللي عنده ولا لا؟ والله شو بقول لك استاذ، ولا عاده تعطي الشركات تاخذ منكم في التالف نفسه اللي يجيب لكم؟ لا قليل، نازل راهو يعوضوك لنا في الصلاحيه حاجات زي هذه، في شركات بارك الله فيها واقفه معنا، فهمتني، تاخذ توقف معك في الصلاحيه والباقي كتالف وحاجات ثانيه ما توقفش معك حاجات ثالثه، فهمتني. والباقي راهو احنا كنسبه جي للمواطن تقول له شنو، يقول لك زي ما قلت انت صح احمد، والله الاسواق راهو يربحوا، راهو قصدي يغلوا علينا في بضاعه،
احنا رو احنا ك ك كاسواق كاسواق نحكي لك احنا كاسواق في ليبيا الحمد لله فهمت انا نجي نحكي لك كطرابلس الحمد لله كنت اسواق تجي لي سوق الاسره تجي لي تاج مول تجي تربلي مول وكل ما يزيد السوق احنا نفرحوا هذه بلادنا ونفرحوا بها استاذ احمد فهمت نشكر الاخوه لكن زي ما قلت انت في راو في راو الاسواق والتجار راو في معاناه في مشاكل فهمت نفس المشكله اللي هي مع الشركات حتى الشركات قصدي ما نقولكش يربح والله يربح 30% يربح 40% حتى هو يوم رابح ويوم خاسر طيب ممتاز خليك معي سيد عبد الباسط خلينا نمشي لمحمد مماش محمد مماش اهلا وسهلا بيك السلام عليكم استاذ احمد نهارك طيب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا مماش اخبارك بارك الله فيك نهارك طيب خوي صادق ايش اخبارك سيد صادق يمسي عليك سيد مماش اهلا وسهلا بي سيد مماش شنو امورك حالك كويس طيب ان شاء الله يا سيد الصادق انا 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 دوخني سيد الصادق المدهون تو قاعد يقول ان البضاعه غلت تو انا ما عرفتش التاجر شنو سعر كان هل التجار كانوا طيبين فعلا ياخذوا بجنيه ونص اعتماد وكانوا يبيعونا فيه هيك يا ودي هذا ما شفتهاش انا ولا كان يسعروا على السوق السوداء عشان قاعد عشان كان وين شنو هي القاعده اللي كان يتسعر عليها البضاعه قبل هل هو الدولار بجنيه و40 ولا في السوق السوداء ب 5 جنيه و6 جنيه و14 جنيه بالشيك احنا استاذ احمد بالنسبه للاسعار الاسعار احنا قاعدين نزيد ونتكلموا فيه الكلام الموضوع ده مش جديد كلام اخوي صادق مظبوط الاسعار احنا عندنا كانت عندنا ثلاث اسعار احنا عندنا جنيه و40 وعندنا 3 جنيه 90 و3 جنيه 60 سعر الضريبه الاول وعندنا سعر السوق السوداء معك في من البضاعه في من البضاعه يكون صادق قاعد عنده بائع عنب التن يا استاذ احمد هذا وين زاد سعره في ليبيا هذا وين سعره على 4 دينار ونص التن التن المدربات كان ينباع دولار 3 جنيه 60 ولا 4 دينار ولا حاجه زي كده فهمتني يعني البضاعه يعني زادت ما نزلتش البضاعه بعد 4 ونص بعد صار صرف جديد البضاعه زادت ما نزلتش لا زادت اوصف لي حال السوق حاليا ما ماش شنو صاير عندكم السوق ركود بصفة عام ركود لكن انا متامنين خير مع الضخ اللي تو صاير هذا قصدي البرلمان يصرف والحكومه تصرف اقول باقي يصرف لنا الخير الاسبوع الجايات كله حيمشي كله حيجيكم انتم يا ماماش ها ولا السوق من جديد تخش للسيوله السوق يتحرك من جديد ماشي نمر تعتبر الحمد لله نوعا ما لكن في ركود يا سلام في ركود ها من امتى بدا معاكم الركود هذا؟ في ركود لا في ركود من امتى بدا معاكم الركود؟ تقدر تقول من بدايه السنه رمى القوه الشرائيه يا استاذ احمد القوه الشرائيه بسعر 4 دينار ونص ضعفت استاذ احمد يعني ضعيفه بمعنى كلمه يعني انت تهدرز عليه ادى دخل عندك 450 دينار يعني انت 100 دولار يعتبر دخل شو تشيل لك ال 100 دولار استاذ احمد؟ ما تشيل شيء للمواطن استاذ احمد بدير شيء هل طيب خلينا نرجع ايش بتبيع لي؟ ايه ممتاز طيب حنرجع لك ماماش خلينا نرجع للسيد الصادق سيد صادق يعني اتكلمت على نقطة مهمة جدا وهي موضوع الشحن وموضوع زيادة الأسعار عالميا أثر الموضوع عوا سيد الصادق صادق المدهون أثر الموضوع عوا عالميا على على العالمي هذا وموضوع كورونا من زيادة الشحن الأربعين تقريبا قدم كانت ب 4000 دولار ولا قداش تو يتكلموا ب 17000 دولار ويتكلموا على ارتفاع سعر الزيت 100% في عالميا يتكلموا على زيادة الطحين 80% ولا قداش هل أثر هذا كله برضو زاد في نفس الوقت مع سعر الصرف اللي حطوه لنا عالي هلبة ومعاش نزلوه الأربع دينار ونص سيد الصادق طبعا أستاذ أحمد هذا كله قصدي مشاكل هذه اللي تواجه ارتفاع سعر الدولار ارتفاع الشحن جائحة كورونا أنت جائحة كورونا السنة اللي فاتت في فترة قعدنا حتى بضائع ما فيش قعدنا نخدمه بالمخزون قعدنا ثلاثة شهور ولا أربع شهور نخدمه بالمخزون الموجود اللي الموجود عند الشركات والموجود في الأسواق راو حتى بضاعة باش تجيك من برا اللي هي سنة 2020 قصدي ما فيش قصدي الشركات اللي تشبع فيها أستاذ أحمد إن الدول اللي نستوردوا منها مثال دول أوروبية ودول هذه كلها خلاص المصانع كلها وقفت قصدي الدقيق والواحد هذا كله ما عادش فيه قعد فباش نخدموا بالمخزون الشركات اللي عندها مخزون وفعلا بارك الله فيهم راهم في شركات رغم ان ارتفاع ما عادش بيجددوا في الاسعار اعطوه بالبضاعه الاولى بالاسعار الاولى تجي انت تجي تشوف سعر الزيت زي ما قلت لك ارتفاع عالميا مثال هذاك الفتره هذيك راه وصل السنه اللي فاتت يوصل حتى 90 95 دينار هم الشركات والله ما بيجددوه خلوه 75 دينار تفكر فيها قاعد موجود وتجي انت باش يستوردوا من برا ما فيش قعدنا في فتره راه ما فيش حتى بضاعه ما فيش
اسواق بسؤال بسيطه، سؤال بسيط ويا ريت حتى جوابك يكون بسيط يا سيد صادق زي كلامك. هو المواطن يبي يعرف شنو هو انسب شيء باش توصل له البضاعه رخيصه ويفتكها من الوحوش اللي سماهم وحوش القطاع الخاص، باش يخليك انت فعلا تكسب 6% ولا 8% ولا 9%، ما تكسبش منها 100%. هل هو بان الدوله تحط جمارك؟ هل هو ان تتوحد المنافسه؟ هل هو ان هي مثلا شنو هو اللي يخلي المواطن يستقبل بضاعه رخيصه وما تتوحشوش انتوا التجار او انتوا انا كنت تاجر، انا مدبيه راه، وخلينا نكون انا صادق، انا مدبيه كنت نربح اكبر شيء نقدر نربحه. هذا كنت مفكر، ما عرفش انتوا تفكروا بطريقه ثانيه ولا لا. انا كنت نطلع من الحوش باش نربح فلوس، اللي يخليه ما يخلينيش نربح هلبه فلوس هو المنافس متاعي. كيف تشوف انت في الموضوع هذا سيد الصادق؟ هل هي بالمنافسه ولا ان الدوله تفرض سعر ولا شيء؟ وين الحل؟ طبعا اول شيء استاذ احمد توحيد سعر الدولار والتخفيضه، هذه الدوله لازم تعرفها. فهمت؟ لازم يتخفض يكون سعر مناسب للمواطن. انت دير له سعر مناسب وتشبح منافسه. استاذ احمد حاليا راه نقولها لك، في منافسه ما بين الشركات بشكل لا يوصف تو، ما بين الشركات والاسواق. احنا كاسواق تو في منافسه ما بيناتنا تو، الاسواق تشبح فيها والمواطن يعرف هذا. فهمت؟ الحمد لله تو صفحات السوق الفيسبوك وحاجات زي هذه كلها يشوف المواطن هذا قداش يبيع وهذا قداش يبيع. انا مثال نقول حكت علبه الطماطم نقول 3 دينار، يقول لي والله انا السوق الثاني يبيع فيها باقل من هيك، اكيد حتنزل انت من نفس الشيء. طيب انقطع معنا سيد، خلينا نمشي للمدهون، خلينا نمشي لمماش. مماش تتفق مع 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 كلام السيد صادق ولا لا؟ لا نفس الكلام استاذ احمد، نفس الكلام. تعديل سعر الصرف، تعديل سعر الصرف ومبيع للكل بنفس السعر، هذا ساهم في المنافسه استاذ احمد وخلق ارض خصبه. يعني الكلام هذا هيك يعني نعتبره يعني اللي عنده جاي يعيش في السوق. يقعدوا هيك، لا هيك ممتاز، لكن في نفس الوقت سعر غير مناسب. يعني انت 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 نفس وجهه نظري بالضبط. معناه انت توحيد سعر الصرف هذا قلل الفساد وخلى التجار بس هم اللي داعكوا وخلى حديد زي ما تقولوا انتوا يحك في بعضه. لكن مشكله كانت 4.5، مفروض كان اقل من 4.5. تعديل سعر الصرف فساد راه، نهايه فساد بمعنى الكلمه يعني. نهايه فساد بمعنى الكلمه يعني. تعديل سعر الصرف نهايه فساد بمعنى الكلمه، فهمتني؟ يعني راح اللي بيستورد، حتى اللي بيستورد بضاعه جايب بضاعه بيبيعها في السوق، مش جايب بضاعه مش يعبي حاويه باش يمشي بها اموره، فهمتني؟ باش يخدم مرمي. يعني هذا هذا يعني يعني قعد صاحب الصنعه في السوق، دي اول حاجه، وقعد السوق منافس. السوق ماهوش ما قعدش محكور على اشخاص، فهمتني؟ لكن بالنسبه لسعر 4.5 يا استاذ احمد، المواطن دخله 450 دينار شنو بياخذ بها يا استاذ احمد؟ شنو بياخذ بها؟ ما تشيل لها شيء. 450 شنو؟ والله ما تشتري حاجه. باي التجار تو انتوا تتكلموا، انت ماش ما شاء الله معروف في السوق كويس، ها يعرفوك الجماعه كلهم، عندك اصحابك نص جماعه العمله حتى هم يزبطوك ماش. ما شنو تقولوا؟ هل تقولوا في يعني شنو يتداول في السوق؟ هل في تعديل لسعر الصرف؟ هل الحكومه مبين عليها؟ انت تزبط زقطي ماش، تزبط حتى في الامور، معناتها مش هل يبان عليك سعر صرف بيتعدل؟ هل شنو رايك انت في الموضوع؟ ان التجار دي ما يستني يقول صدقني، انت عدل سعر الصرف، ان كانك عدلت سعر الصرف شنو درت؟ تعتبر حسنت القدره الشرائيه للمواطن، مزبوط ولا مش مزبوط؟ انا عدل سعر الصرف وما تزيدش الراتب، انت عدل سعر الصرف وما تزيدش الراتب. لما تعدل سعر الصرف انت قويت الدينار بتاعك، يعني كانك زدت الراتب. انت شو الفرق بين انك انت عدلت سعر الصرف وبين انك زدت الراتب؟ شو الفرق؟ اعطيني انت وانت من حتى من درايتك، يعني شو الفرق بين اني عدلت سعر الصرف وبين اني زدت الراتب؟ نعدل سعر الصرف افضل من نزيد الراتب استاذ احمد. باي ليش تتوقع الحكومه ده مشت في الطريق الثانيه؟ ليش يعني احنا قاعدين نتكلم ان 4.5 غالي، وان احنا تو في عندنا محللين اقتصاديين بعدين بيخشوا علينا يفسروا لنا شنو اللي صاير. هو لكن انا في اعتقادي ان زياده صرف المرتبات هو معاش، حتى الدينار معاش حيقدر يصمد قدام ال 4.5 ماش. هيك احنا لو نغلطوا غلطه يا استاذ احمد، لو البنك يسكر اسبوع على الدولار ب 15 20 دينار يا استاذ احمد راه راهو جينا عكسية، قصدي مش مستحيل راح نقدر حتى نضبطوها، يعني مستحيل. استاذ احمد انا بدك تخصص حالك على التضخم. هذا هو اللي عايشينه تو، هذا هو عايشينه تو. 90% من التجار يا استاذ احمد التضخم ما يعرفوش شنو هو.
90% من التجار وحتى من المواطنين ما يعرفوش التضخم شنو هو التضخم. نبوا حلقه على التضخم احنا، نشرح بعض التضخم، نبوا الناس تفهم شنو هو التضخم. التضخم اللي هو لا تعدي ميزانيه 10 مليار او 70 مليار او 80 مليار او زيد راتب 2000 دينار وصرف له 50,000. الكلام هذا شو بيسبب؟ هذا نبوا نفهموه، نبوا الناس نبوا نفهمون الناس يا استاذ احمد. هي معناها يقبض 1000 جنيه يشري منك شكاره، وبعدها بسنه يقبض 2000 جنيه ويرجع يشري منك نفس الشكاره، غير كثرة عملة ورق وخلاص. بس هي نفس الشيء. هي نفس الشيء. هذا الكلام يقول لك تو كده، حتى في الصفحة كده نازلين فيك، يقول لك هذا مصلحتك انت تاجر عندك هلبة فلوس، لكن انا مواطن لا زيدني معاشي خير ما تزيد لي قوة ديناري. شنو باش ترد عليه؟ سمحني استاذ احمد، انا زدت المعاش. زدت المعاش، هل انت يقدر يحافظ على سعر صرف 4.5 ولا ما زاد في الراتب؟ يقدر يحافظ عليه سعر صرف 4.5؟ ما يقدرش يحافظ عليه استاذ احمد. كان يقدر يحافظ عليه ممتاز، شو ماذا ما تبين احنا يصرف. الصرف كله، الصرف 90% اللي بيصرفه عن طريقك انت، حتكون انت مدابيك. يعني التاجر اللي زيك معناه قاعد يدور على حاجه واحده، زياده القدره الشرائيه للمواطن. بيعثر انا نفرح. انا نفرح كان علي انا كتاجر نفرح، قصدي اللي راح ب 500 راح 2000، هذا بدل يشري ب 100 بيشري ب 200، انا بنكسب. لكن الكلام هذا ما يعيش استاذ احمد، ما يعيش. انت تبي انت ما تبيش كدس ورق، انت تبي قدره شرائيه، تبي يشري منك بضاعه، راس مالك تحسبها ببضاعه مش بفلوس. يا استاذ احمد، احنا الليبيين او التجار الليبيين لينا 10 سنوات رانا نهارولوا في نفس اللي كان، واحنا ما نعلموش بروحنا. كلنا التضخم واحنا ما نعلموش بروحنا. انت تعال قبل 10 سنوات شوف ال 100,000 شنو تسوى، ال 100,000 دينار شنو تسوى، وشوف ال 100,000 دينار اليوم شنو تسوى، لا شيء. في ناس وصلت بيهم لدرجه ان هم يسكروا محلاتهم مماش، اللي اصغر منكم انتم، مش زي حجمكم ولا حجم الاكبر منك زي السيد صادق، الدكاكين الصغيره لرجال الاعمال الصغيرة. مش رجال الاعمال هذول، مثلا التجار نتاع الحوايج نتاع كذا، نسمع بهلبا اصدقائنا يسكروا قاعدين ويمشوا القطاع العام. تسمع بيه الكلام هذا ولا لا حواليك؟ موجود 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 في السوق استاذ احمد، السوق راه فيه ركود بصفه عامه. انت بكر قلت لي هدرز لي شنو صاير السوق، في مكان يبلع في الدينار استاذ احمد، في مكان زي ما نقول ريت المصرف اللي هو المصرف نعتبره اكبر تاجر، يعني مصرف ليبيا نعتبره اكبر تاجر بحكم انه هو يعني هو اللي عنده العمله صعبه في البلاد، فنعتبره اكبر تاجر المصرف استاذ احمد. مصرف ليبيا بتلع الدينار الليبي من السوق وما طلعش من جديد. يعني دينار ما صرفش من جديد، تو بدا ينصرف، نعتبر زي ما نقول منحة تاع الازواج هذه اللي داروها 20,000 20,000، هذه تخش للسوق تنعش شويه السوق نوعا ما. زيدها زياده الرواتب منحة الابناء، هذه لما تنزل السوق تو تحرك السوق من جديد، والسوق لما جاي باذن الله يتحرك، ما يقعدش عليه ما هو عليه. طيب في اللي يقول لك انه كان السعر ب 3 جنيه و60 قرش وبعدين زاد ل 4 جنيه ونص، وهذا انتج عنا فرق 25%، فبالتالي قلت 25% زاد التضخم وقلت القدره الشرائيه. كلام مزبوط هذا؟ واقع يا كلام مزبوط، كلام واقعي. معناه انت الحل قلته بكل صراحه، تبي الدينار يقوى استاذ احمد. 4.5 سعر غير عادي. غير عادي. وفي نفس الوقت انت ما تشوفش في تصرفات الحكومه ماشيه ان هي بتزيد تقوي الدينار. الحكومه يا استاذ احمد عندها هدف مبيعات من مؤسسه وطنيه النفط 18 20 مليار، بتصرفهم كاملات، سعر صرف 4.5 تجيب لها 90 مليار، هذا اللي بيصرف. صح. ما بشي عشان يعقب لك اللي بعده ما يفكرش فيه يا استاذ احمد بالشورى. اعطيه حسن صورته، الحكومه ادت واجبها والدار اللي عليه السلام عليكم، واللي جابه صرفه، بيقول لك انا جبت 18 مليار ولا 20 مليار دولار يقابلها 90 مليار، ما ليش علاقه باش نخفض سعر صرف. ممتاز. ما يجيش. للاسف هذا كلام الحقيقي، خلينا ناخذ فاصل على السريع ونرجع من جديد. اهلا وسهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، خلينا نمشوا على طول لعبد خلي قبل عبد الباسط ناخذ حسام الدين الرابطي. سيد عبد السيد حسام الدين الرابطي، اهلا وسهلا بك. سيد احمد اهلا وسهلا بك. حضرتك تاجر ومهتم بالشان العام، وتو فقدت محلك، سكرت محلك من مده بسيطه حسام، مزبوط؟ مزبوط يا نعم. شنو انا ما مشتغل من الناس اللي موجوده معك، يعني اعتبر كبير تجار، انا اعتبر تاجر صغير كيف هذا، يعني تجار التجار اللي تحاول تعود على نفسها في السوق هي والدوره على مكان وتبني شغلها، فهمت؟ فنتيجه
للقرارات اللي صاير كان كبار جنيه ربي في المصرف لفئه معينه من الناس اللي هم كبار التجار اللي هم تقدر تقول عنده علاقات بالدوله عنده علاقات بالمصرف المركزي عنده ادب الناس اللي استفادت منها بينما احنا صغار التجار زيني هلبه يعني الناس اللي عندها محلات وكيف باديه حياتها في الدولار بتاع جنيه و8 جنيه و14 جنيه نجيبه بضاعة من تركيا للأسف الشديد مش حنقدر للأسف الشديد مش حنقدر نكمل معاك حسام الدين الرابطي تاج ومهتم بالشأن العام الرجل الولد ذكي جدا ما شاء الله عليه تكلمت معاه يهدرز انه ما كانش عدل فيه انا ما نقدرش ننافس قال لك واحد ياخذ بدولار بجنيه و40 وانا ناخذ فيه بكل بساطه 8 و9 و10 ما قدرتش ننافس سنه 2 3 حاولت كيف في حرب يجيني كيف ثاني في حرب ثانيه كورونا بعدها ما قدرتش كيف نتحمل وانتهى سكر مشروع على الراجل ومشي اونلاين يعني بس كان تجاره ابوه وقفت عنده هو من التسعينات واقف ما قدرش يكمل الراجل تكلم على مصاعب عديده لكن اكبرها قال اني ناخذ في الدولار باضعاف مضاعفه من ياخذ فيه غيري المشاكل عليه تعددت سكر المحل متاعه واشتغل قاعد يشتغل توه اونلاين للاسف الشديد مشروع من بوه واخده محل تقريبا متاع ملابس او حاجه زي هيك وقف وشاف طريقه ثانيه للشغل طيب عبد كان بدي ناخذ حسام الرابطي يعني نتاسف منك جدا ما قدرتش نتعاطى معك حنرجع لك سيد صادق المدهون خلينا نمشي للسيد عبد الباسط الحاج رئيس لجنه تجار الغيار بقريه الساعدي الفلاح عنده مشكله ثانيه قبل ما تخش فيها سيد عبد الباسط نبي نسالك اهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لقبولك حتى انت دعوتي مرحبتين بك سيد احمد مرحبتين بضيوفك الكرام ان شاء الله اهلا وسهلا انت عندكم وضعيه خاصه لكن قبل ما نخش في موضوعكم وتعطيوا لي على السريع لكن هل السوق بتاعكم ايضا بتاع قطع الغيار يشكو من نفس الموضوع هذا ولا يخص المواد الغذائيه بس؟ لا طبعا ركود من بدايه السنه ركود من بدايه السنه من لما تغير سعر الصرف صار ركود صحيح طيب في اقل من دقيقه فهمني شنو المشكله بتاعتكم انتوا في قريه السعدي بالفلاح مشكلتنا في قرار الازاله لبعض المحلات من قريه السعدي طبعا عندنا منطقتين منطقه مخصصه لارض وقامت عليها محلات وبناء ومنطقه ثانيه حتى هي فيها محلات خاصه وفيها تجار قطع غيار وجاهم قرار ازاله فجائي من الساعه 8 الساعة 4 مساء قالوا لنا فضل الساعة 8 الصباح قبلها تواصلنا مع البلدية ومع عميد البلدية بتسهيل الإجراءات وبتغيير التصنيف من منطقة من سكني إلى تجاري وتقعد الشباب تشتغل ويقعد التجار يشتغلوا وتمشي الأمور على هذا النحو يا شباب بس تفاجأنا بظروف غير طبيعية بقرار إزالة وتم توقيف من النائب العام والحين ننتظروا لنا أكثر من 3 أسابيع التجار اللي عرفوا يرجعوا اللي عرفوا يغيروا نشاطهم الموظفين اللي معانا وقفت مرتباتهم التجار برضو كم محل انتم؟ اكثر من 170 محل ما عندكم عندكم بديل تمشوا له ولا ما عندكمش؟ ما فيش بديل الدولة ما عندهاش تخطيط يعني المفروض مفترض من الدولة أو البلدية أو أي جهة خاصة أن هي تتكفل بالناس التجار أو المحلات أو الناس اللي بتعطى لها خطه للازاله بتكليف منطقه معينه لبديل للمنطقه اللي هم موجودين فيها او دراسه جدوى تعطينا احنا قطع غيار وين المنطقه المستهدفه ان هي تكون محلات لقطع غيار ومحلات للورش والصيانه والخدمات للسيارات. هذه نعاني منها ما فيش اهتمام ما فيش حد يقول لك راه المنطقه الفلانيه احنا من الفلاح من 2008 عانينا من إزالة الغرض التطوير للوقت هذا الحالي في معظم التجار أفلسوا في معظم التجار حولوا من مكاناتهم وكانوا تجار كويسين والتجار نشطوا القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي أنت عارف أن أقل تاجر بيشغل معه موظف 2 3 وهذا الموظف بيشيل عيلته بيشيل نفسه وبيخلص الدولة من تبعياته يعني لا بياخذ مرتب من الدولة ولا بيشتغل مع الدولة وهذا بيساهم في تنشيط القطاع الاقتصادي وميزانية الدولة أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الباسط بالحاج رئيس لجنة تجار الغيار بقرية السعدي الفلاح الرجل قال احنا زي ما قال حروب وكورونا ومش عارف ايش بعدين جينا احنا كلنا مع النظام وكلنا مع الشيء المخالف مفروض نوقفه كلنا ضده ولكن
قال لك الدولة مش مدايرة شغلها، مفروض تخططنا 170 محل مقامزين بحدة بعضهم، حتى في المنافس هذا وعرفوا بعضهم كيف ينافسوا، كيف منين المواطن يشري بضاعته. لكن اليوم اطلع لي 170 قطاع خاص تلوحهم في الشارع ما يعرفوش وين يمشوا، اللي يسكر يسكر واللي غيره غيره، هذا يسبب احتكار. اليوم قاعدين ندمروا وننسفوا في القطاع الخاص متاعنا. سيد الصادق المدهون، نرجع لك مرة تانية معاي. أهلا وسهلا بك. إيه سيد الصادق، يعني شنو هو القطاع الخاص عند الليبيين؟ يعني أنتوا دائما خصوصا المواد الغذائية، تجار المواد الغذائية خصوصا التجار الكبار، تو أنتوا مثلا البيع المباشر للمواطن، حتى أنتوا تنالوا الكراهية من المواطن، كل المشاكل يحط فيها عليكم أنتوا، علاش ما كانش في 2010 أو حتى تو، علاش ما فيش حاويات نتاع رمل، علاش ما فيش رشاوي لأصحاب المصارف، علاش تولي أخلاق التجار مرة تعيسة ومرة كويسة؟ شنو السبب في هذا كله سيد صادق؟ طبعا أستاذ أحمد، زي ما قلت لك احنا كشركة تسويقية احنا نخدم الشركات. تعال يا أخوي أحمد، أستاذ أحمد تعال شوف، أفتح أي منظومة في أي مصارف، إن تريبوليمول نقدم اعتماد ولا خدع اعتماد، فاهم؟ اللي هي فترة كان السنوات هذيك كان نبدأ نقول مرات فساد مالي. أعطي لي شركة، مرات شركات وهمية عشان يجيبوا بضاعة، وزي ما قلت أنت أستاذ، جايبين تراب، جايبين قصة، جايبين بلوك، جايبين بومشي، فهمت؟ في فساد مالي، في رشاوي، في هذه معروفة، الشعب الليبي كله يعرفها والدولة هذه تعرفها، فهمت؟ لكن أنت تو أول وحدة صعب الصرف، فهمت؟ الشركات اللي بتخدم مظبوط واللي بتخدم بقلب واللي لها اسم هي اللي قاعدة، هي اللي موجودة في السوق أستاذ. تعال أنت في أيام الاعتمادات جي تفتح المنظومة تلقى آلاف الشركات. ألف شركات، جي تو الفعلي تلقى ممكن 1000-1500 شركة، هم هذم اللي متواصلين. مفروض في منظومة أستاذ تعطي الأولوية للشركات المستمرة اللي مستمرة في العمل، هي اللي تعطاها الأولوية وتشجعها، تعطاها قروض، فهمت؟ أستاذ أحمد في حاجة تانية، تعالى للدولة، فهمت؟ ما فيش أي وزير جي دار زيارة شاف قصدي اجتماع بينا، شنو عندكم مشاكل، شنو عندكم قصدي نصعبوكم مشاكل، شنو عندكم مشاكل سيد الصادق، شنو عندكم مشاكل، عدد لي بكش يوصل صوتك. أستاذ أحمد تو احنا تو قلنا حاليا خلاها منا تو في ارتفاع الأسعار، لكن كانت السنة اللي فاتت عندنا في مشاكل، أنت تعرف عدم وجود سيولة. عدم وجود سيولة اللي هو نشتغل بالبطاقات. نشتغل بالبطاقات، مواطن ما عندهش إلا بطاقة، يجي استاذ احمد بطاقه، بياخذ بطاقه تشتغل، يجي يقعد ساعه ونص ساعتين هو وعائلته هو وصغاره، ياخذوا في بضاعه، وين يجي للمنظومه بيخلص الكاشير يلقى البطاقه واقفه. دقيقه استاذ احمد، انا المواطن هذا لي ساعتين ويعلم الله كيف حصلها وهو صغاره، والله في استاذ احمد في اللي يخلي في العربه ويمشي وصغاره، والله والله عيونهم الا في العربه، واخذ زبادي واخذ زيت، ما في اللي ما عندناش مياكل، شنو درنا احنا طريقه، هي خطا استاذ احمد، لكن احنا نبغى نسهل الموضوع للمواطن. يا سيدي المواطن، انت خلي بطاقتك، اول ما تجي قصدي التغذيه هنسحبوها لك وتجي ثاني يوم تستلمها. هذه مشاكلها استاذ احمد، راهو في اللي ما عندهاش رصيد، في البطاقه اللي مش ليه. تعال عندنا قعدات. تحسنت السيوله بعد سعر الصرف، تعديل سعر الصرف؟ لا تو الحمد لله سيوله. انت 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 بكري فهمتك ممكن فاهم، وريني وين أكتر كان في فساد، لما كان بجنيه واربعين قرش الدولار ولا لما ولا بثلاثة جنيه وستين؟ الفساد هي ما تجنيه واربعين قرش. ممتاز، معناها أنت اللي قاعد تتكلم عليه الزيادة الكبيرة صارت 25% لما زادوا سعر الصرف من ثلاثة جنيه وستين لأربعة جنيه ونص. أيوة هذا، يا ريت الأخوة في مصر في ليبيا المركزي ورئاسة الوزراء، نشكر المهندس عبد الحميد دبيبة عتوه مدير مجهود بارك الله فيه، فهمت؟ اللي خلى قصدي اقل حاجه دار برنامج انه 4.5، وان شاء الله نتمنى يكون تدريجيا، فهمت؟ ان على خاطر تو ما يقدرش في يوم ولا لا ينزل في من شركات واخده بالسعر القديم، لازم انت توضح ان في انخفاض، ويا ريت يوزن حتى اللي زوز نفس وزوز دينار تبدا في الاسعار. نبي نسالك على سؤال مهم سيد الهادي، وخليني نقول لك نعترف بحاجه، باهي زمان قبل 2010 كنت تاجر، لما نجيب 10 أصناف نخسر في واحد نعوض في التسعة التانيين خسارتي، هل هذا اسمه جشع مني أو طمع مني أو تتسمى في الوسط التجاري شطارة فهلة وتجار؟ شن تسمي فيها، شن تسميها حضرتك؟ عادي رو كان طمع قولي طمع، عادي رو نقبلها.
طبع. كان في انا استاذ احمد. ايه كان فيك انت سيد صادق. ايه طبعا استاذ احمد، هي تو الاستيراد الشركات قصدي كلها دراسه، فهمت؟ لازم انت بتدير موازنه ما بين المواد. قصدي تو جي احنا ما نقولكش قبل استاذ احمد، انا خلي خش لك في الموضوع طول. نهار 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 تجي نهار تجي قسم الظهر يجي يقول لك انت البضاعه اللي عندك انت مسعرها مثلا، خليني من حالتك انت ممكن تخلص بعدين باهي، لكن يخلصوا منك بالاجل. لكن مثلا انا جايب بضاعه جبنه على 4.5 جنيه، يمشي في يوم واحد ينقصوا لل 50 قرش مثلا، الخساره هي وين بيعديها التاجر؟ هل بياكلها هو ولا يحاول يرد للمواطن ولا وين بتمشي بالضبط؟ ما انا مش فاهم المواطن استاذ احمد. تو راه نقولها لك، نجو حاليا احنا ليش نرجع لسنوات فاتت، نجو حاليا الفتره فاتت ان نجير للحليب، الحليب يعرفوا المواطن شن سعره كان، وصل حتى لستة دينار بالاعتماد هذا دروف. صار الدولار حتى 5 دينار، وصل باكو الحليب 4.5 و5 دينار. قداش تو الحليب؟ الحليب تو يتراوح من 3.5 ل 4.5. يعني اقل من قبل. علاش؟ لا نحكيك ان الفتره فاتت شن صار لهم التجار في الخسائر، قاعد يبيعوا باقل من سعر راس مالهم. داروا لهم الرقابه على الاغذيه انها تجيب الحليب لمده 6 شهور، صلاحيته 6 شهور، ورغم انها غادي في المصانع تدير 9 شهور دي سنه. انت ما انتجته من غادي وما وصلك انت مرات في الميناء، يقول يبي شاشه ونفس في الميناء باش يطلع مرات. انت بيوصل للسوق وبيوصل للمواطن مازال في شهرين، انت جايب كميات كبيره. انت راه حتى الشركات انت وين تستورد؟ الشركه اللي تعاقد معي يقول لك راه تاخذ مني 10 حاويات 20 حاويه 30 حاويه. فهم راهو فتره فاتت المواطن يعرف هذا الحليب وصل لزوز دينار ونص وزوز دينار ودينار ونص، هذا كله خساره للشركات، كله خساره للتاجر. كيف بيعوضها هذا؟ والله في من شركات استاذ احمد والله بالملايين، هذا كيف تتعوض؟ لازم يعوض في حاجه ثانيه. لكن هنا المواطن هو اللي رابح، ربح ال 50 قرش يقول لك التاجر. المواطن هو ربح، لكن حتى التاجر يعوضها مره ثانيه، يقول لك والله ما تقولهاش انت، والله انت راهو استغلتني هذه كيف كذا. كيف ما يقدرش يعوضها التاجر؟ ما نبيش التاجر يعوض خسارته على ظهري، الله غالب، كان ربي حكومته خسرتها. ما نبيش نحاول قطع، انا تو ما عادش تاجر، تو نحكي لك كمواطن، انا ما نبيش يعوض على كتافينا. كيف ما يقدرش يعوض التاجر هو خسارته في انا؟ هل بتوحيد المنافسه ان الكل يشري دولار بنفس السعر، الكل يستفيد بنفس الشيء ولا لا؟ استاذ احمد هذا الموضوع كنا نتكلموا فيه من البدايه، لازم من توحيد سعر الصرف وتخفيضه باش هيك في اللحظه هذه بتصير المنافسه من جميع الشركات. انا كيف نعطيه كله على سعر 4.5 ولا 4 دينار ولا 3 دينار كلهم بياخذوا، وكل واحد وكل شركه والمصدر بتاعها. في اللي بياخذ، في اللي بيجيب 10 حاويات بتكون اقل، وفي اللي بيجيب 4 حاويات سعر يختلف. فهمت كيف توحد انت سعر الدولار؟ الشركه اللي عندها الامكانيات، في شركات بدون حتى كما تبيش تذكر، كما تبي تذكر، في شركات محتكره اشياء في ليبيا ولا لا؟ لا هي استاذ احمد في شويه احتكار، ولكن اغلب الشركات فهمت استاذ احمد انها واخده اسم، فهمت؟ زي مثال زي شركه الجيد، زي شركه الصفوه، فهمت؟ بس هذا مش احتكار، هذا شركه الجيد مش احتكار. لا مش احتكار، لا داروا اسم ليهم. هذه كويسه. باي جودة الصناعات الليبية الكل يصفها أن هي كويسة، حتى الجيد يقولوا بضاعتها كويسة يقابلها السوق الليبي، الصناعات بشكل عام الليبية. الصناعة نجي للموضوع هذا ممتاز جدا أستاذ أحمد، هذا اللي نبغى نناقشوه. لازم الدولة الليبية تساعد المستثمر الليبي، لازم تشجعه، لازم توقف معاه، ممكن المفروض حتى تعطيه المفروض سعر أقل في الدولار أستاذ أحمد. نجي احنا تو تسكر تونس الفتره اللي فاتت كورونا، سكرت علينا شهر، كيلو الكسكس وصل 7 دينار استاذ احمد، كيلو نص كيلو مكرونه وصل 5 دينار. برغم ان هنا عندنا في المكرونه جيده اللي هي 200 جي اللي مكرونه الموسم والاميره وعده شركات، فهمت؟ والله ممتازه جدا. الدقيق حتى هو نفس الشيء استاذ احمد، في شركات ممتازه هنا. لازم نشجع المستثمر الليبي، لازم نهيئ له الظروف من 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 مصانع، من قصدي استاذ احمد ما فيش مصنع طماطم، مش معقول.
هو مش طالب، هو مش طالب غير 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 كان يعطوا للجميع بنفس السعر، مش طالب القطاع الخاص اي 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 حتى القطاع الخاص استاذ احمد لازم المستثمر الليبي في المصانع نحكي لك.
الصرف ما دامك انت سيد بماش قبل دبيبه من مجلس الاداره، انت ليش ما تشوفش ان مجلس الاداره ممكن يجتمع ويخفض سعر الصرف؟ معناها عندك اخبار او انت ما تبيش تقول لنا، معناها مش واثقين التجار انه بيتغير سعر الصرف. اخبار عندك انت؟ لا استاذ احمد انت مصدر الاخبار استاذ احمد ولا انت مصدر الاخبار، لكن الواقع يقول لك هل انت تشرح في مازال مجلس الاداره مازال يجتمع استاذ احمد بعد سعر الصرف؟ من سبع المستحيلات. هم شرطين شرطين الجماعه غادي ان هم ينفذوا التحويلات المباشره وينفذوا الوعود اللي دارها سيد الصديق المره اللي فاتت، اللي هو كان مجتمعين على ثلاث اجزاء، ثلاث اشياء: توحيد سعر الصرف، تغيير سعر الصرف، وفتح المقاصه وفتح التحويلات المباشره. غير سعر الصرف وفاتهم في البنك. غير سعر الصرف والسلام عليكم. والسلام عليكم. هذا وهذا اللي باهي. احنا الحمد لله غيرنا سعر الصرف، هذه حتى هي تعتبر خطوه يا استاذ احمد. هي تغيير سعر الصرف خطوه، لكن ايوه كان مبالغ فيه 4 جنيه ونص. هذه هي المشكله، هذه المشكله، مبالغ فيه السعر، مبالغ فيه جدا. يعني انت تشوف اليوم ان المشكله الرئيسيه مش تنحل، يتنحل كساده، هو تغيير سعر الصرف مره ثانيه، تخفيض تقويض سعر الدينار. واي حكومه يا استاذ احمد، واي حكومه راح تجي راح تبني ميزانيتها على سعر صرف 4 ونص، وراح تصرف 90% مليار وبرا الكلام هذا. صعب انك انت تغير، صعب نشوفه فيه، صعب الصراحه. اي حكومه راح تجي، اي حكومه راح تجي مش راح تفرح بتغيير سعر الصرف، لانها كانت بتغير سعر الصرف يعني بتخلص في الميزانيه، بتخلص في الميزانيه ما يمشيش معها. فصعب جدا يعني نشوفه فيه، صعب جدا والله اعلم. طيب سيد الصادق موجود معي مدهون؟ موجود معك، موجود. طيب يعني اشكرت السيد عبد الحميد الدبيبه، وضع حقك ما دام السيد عبد الحميد تصرفاته يعني اشدت بها. هل تعتقد ان 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 تصرفاته تؤدي فعلا للي انت تبيه، اللي هو تخفيض تقويه سعر الدينار، او هذا شيء مستبعد؟ والله الباشمهندس متفائلين به خير صراحه، العمل والشغل اللي يشتغل فيه صراحه يطمن صراحه. ونتمنوا قصدي حتى كاتروبولي مول دار دعوه للباشمهندس عبد الحميد ان لزيارته، وقصدي حتى كيف يكون في ارض الواقع هو يقدر يسال المواطن ويشوف ملاحظاتهم زي ما يمشي للمواقع الثانيه. يا ريت يجي للاسواق ويشوف المواطن ويشوف الاسعار، هو عارف ان كلها عارفها، لكن نتمنوه يزيد يزورنا ويشوف عليه عين مكان، يشوف المواطن ويشوف نحن ايش المشاكل اللي نعانوا منها، ويشوف المواطنين تكون عنده لي رؤية أكثر. لذلك هو وين يشوف الأسعار، وقصدي يقدر يجتمع بمعناه المصارف ومصرف ليبيا المركزي عليه ضوء، يقدر يحدد. فهمت؟ هو الأمر مش فيه. أنت تصرفاته الحكومة يعني، هل أنت عندك ربط بين 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 تقوية الدينار وزيادة الصرف للحكومة ولا لا؟ كده في ربط بين الزوز، يعني أنت ما تقدرش تزيد تصرف وفي نفس الوقت تقوي دينارك، يا اما هادي يا اما هادي. لازم استاذ احمد من تخفيض سعر الدولار، لازم يرجع 3 دينار، 3 دينار ونص، هو 3 دينار ونص كويس. انا حتى حسب المسموع قبل يسمعين هيك الاسعار حتى كيف يبدا ونص و3 دينار مع زياده في المرتبات يبدا صراحه كويس. استاذ احمد حنسمعه. طيب خلينا نسمع هو الراي انت مواطن، انت مواطن تطلع وتسافر وتشوف صراحه. ليبيا الحمد لله في اسعارنا راهو كويس صراحه، نقولها لك. يا ريت حاجه ثانيه اللي هي تخفيض شويه سعر الدولار وزياده المرتبات، والباقي راهو بلادنا والله الحمد لله الا في خير. فهمت؟ وربي يبارك. اللي هي حاجه اللي نبغاها ان تخفيض في سعر الدولار وزياده المرتبات. حنسمعوا السيد فضيل لمين، هو اللي حيعطينا الكلام الدقيق في هذا الموضوع. خليك معي السيد الصادق المدهون مدير عام تريبولي مول، خليكم معي انتم ايضا اعزائي المشاهدين. فاصل قصير ونرجع من جديد. جهاز بصفة عامة بدون ذكر اسماء، جهاز بصفة عامة يعني انت ما هوش في طرابلس بس يخدم جهاز بنفس القوة اللي يخدم بها طرابلس. طبعا طرابلس يخدم بقوة القانون، تمنوه في جميع المناطق في ليبيا يخدم بقوة القانون ويخدم وخلى ينظف من ناحية. لكن في شيء استاذ احمد نتمنوا من الجهاز انه يعني يمشي لجميع النشاطات، يعطيهم الاشتراطات اللي هو يبي يخدم بها او المواصفات اللي يبي يخدم بها. يعني جات هدرت لعندي بكري فاتحين نقاش احنا في الموضوع هذا استاذ احمد. شخص قال لي نبي نخدم بالاشتراطات نتاعهم، شنو الاشتراطات نتاعهم؟ شنو نلبس؟ قال لي شنو ندير؟ قلت له هذه مش شوري، وانا اشوفهم يعني في صح ان الاشتراطات تكون حتى على وسائل الاعلام اللي عندهم المتوفره موجوده عندهم، صح ان يعني يكون نشاط مثلا مخبز، شنو الاشتراطات الصحيه اللي انت تبيهن او المواصفات اللي تبيهن بالنشاط مخبز؟
لكن تعدي وزارة الاقتصاد او عدي المراقب الاقتصادي يعطيك رخصة كوشة، تعال افتح كوشة، جيب مصريين من المحطة، اخدم ورشة طلع في كوشة، طلع في خبزة. بالطبيعة بيجي مركز الرقابة والحرس البلدي بيسكر لك، يعني بيشوف العمل بيسكر لك، يعني انت تخدم بدون شروطات بدون مواصفات. المواصفات هذه صح انها شروط انها تكون من كراس العمل، يعني تكون موجودة عندهم، يقعدوا عارفين شنو، حتى قيادته يقعد عارف نفسه شنو يلبس. فهمت يا استاذ احمد؟ تعاني من مشكلة، تعاني من مشكلة عمالة مماش. احنا 99% معتمدين على العمالة الليبية، يعني الشباب الليبي 99% ليبية، 99% جميع فروعنا. قرار، يعني قرار زيادة مرتبات القطاع الخاص هل بيساعدكم ولا لا؟ يعني الدولة تقول ان القطاع الخاص عليه واجب وبعدين تدير في اعمال تخالف هذا الكلام بتاعها، كيف تشوف في قرارات الدولة؟ هو القطاع الخاص استاذ احمد راهو يعتبر فايت القطاع العام بسنوات ضوئية نعتبره، يعني لا بالنسبه لمتوسط الدخل في القطاع الخاص ماهوش كيف القطاع العام. القطاع العام الحق متدمر بمعنى نقولوا انه متدمر لو نجيب مقارنه بسعر الصرف، لا ما في فرق هلبة، لا الفرق هلبة. سيد عبد الحميد الفضيل محلل اقتصادي، اهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا لقبولك دعوتي اليوم. سيد عبد الحميد تسمع فيا؟ تو نسمع فيك، اهلا وسهلا بك. ايه قلت لك اهلا وسهلا بيك. لا بس حضرتك على الهواء معنا سيد عبد الحميد. سيد عبد الحميد الله يسلمك. سيد عبد الحميد اجتمع معي اليوم عديد من التجار واصحاب المولات الكبيره في طرابلس وممكن حتى برا طرابلس، الكل يتكلم عليه ركود اقتصادي يسموه، قالوا ما فيش بيع، ما فيش شراء، صارت مشكله كبيره من لما عدلوا سعر الصرف من 3.60 ل 4 جنيه ونص. شنو اللي صاير بالضبط سيد عبد الحميد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ أحمد وتحية لكل ضيوفك ومشاهديك الكرام. حقيقة يعني الآن المتتبع لوضع الاقتصاد الليبي ومن خلال حتى المداخلات التي قاموا بها الضيوف الكرام، يعني الاقتصاد الليبي يمر بمشكلة اقتصادية طبعا هي مرت بها عديد من الدول العالم، وهي مشكلة الركود التضخمي. يعني عندك ركود اقتصادي وفي نفس الوقت عندك تضخم، يعني ارتفاع في المستوى العام للأسعار. طبعا هذه ممكن يعني تعتبر من يعني من أصعب المشاكل اللي ممكن يواجهها الاقتصاد، وربما حتى بشكل سريع أستاذ أحمد، يعني هذه المشكلة تحديدا راي بدأت بشكل جلي وواضح منذ منتصف السبعينات تقريبا، يعني قبل هذا التاريخ كان في السابق كان يعتقدوا دائما إذا كان عندك مشكلة تضخم ففي الغالب لن يكون عندك ركود، يعني راح يكون هناك رواج اقتصادي. ففي الغالب التضخم مرتبط بالرواج والعكس صحيح. لكن بعد السبعينات يعني أصبح هناك مشكلة جديدة هي سموها مشكلة الركود التضخمي. يعني لو أسقطنا هذا الموضوع على وضعنا احنا كاقتصاد ليبي أستاذ أحمد، يعني لاحظ أن الركود التضخمي بدأ بشكل واضح جدا خلال عام 21. ما هي الأسباب؟ الكل يتحدث عن موضوع سعر الصرف، صحيح موضوع سعر الصرف تزامن مع يعني جائحة كورونا، وبالتالي تزامن مع ارتفاع أسعار السلع وخاصة سلة السلع الأساسية. يعني حسب منظمة الفاو أسعار الغذاء ارتفعت بمعدلات غير مسبوقة، أيضا أسعار الشحن، فمن تم أصبح هناك ارتفاع في المستوى العام للأسعار. هذا من ناحية التضخم. من جانب آخر إذا ما تحدثنا على هذا، من جانب التضخم، جانب آخر من جانب الطلب، ليش حدثت انخفاض في حجم الطلب الكلي احنا نقوله اقتصاديا؟ طبعا هذا ناتج عن مجموعة من الأسباب. السبب الأول أستاذ أحمد، كاين عندنا عرض النقود ينمو أو يرتفع بشكل متزايد خلال كل السنوات اللي فات الراهن، وبالتالي الزيادة في كمية المعروض من النقد من العملة المحلية راح تساهم في زيادة على الطلب على السلع والخدمات، وهذا ما شاهدناه قبل من عام 2018 و17 و16. يعني معدلات التضخم ارتفعت إلى معدلات غير مسبوقة بسبب ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية، وأيضا بسبب ارتفاع المعروض النقدي، لأن في النظرية الاقتصادية زيادة الكميات كبيرة من النقود راح تنعكس في صورة مباشرة في زيادة على الطلب السلع والخدمات بشكل مباشر. طيب سيد عبد الحميد حنخليك تكمل، لكن هل ليبيا خشت قبل في هذا النوع من
من الأزمة الاقتصادية. يعني أنا ما قدرتش لما حتى ندور عليه اليوم قعدت ندور لقيت فيه إنه مرتبط بالبطالة وكذا. يعني أنت قاعد تنقل في الصورة مع تحليل شخصي لك أنت، أنا مش جايب حد أكاديمي. يعني أنا والله خليني في الكلام أوان نعبر عن امتناني لذكائك الحقيقة، وحظ الشباب اللي قاعدين يقروا عندك في الجامعة والله محظوظين يا سيد عبد الحميد. أنا مش متعود أن أنا يرى ونشكر ضيوفي في الحلقات، لكن فعلا أنت تصرفت فيه بذكائك أنت بخصوصية الموضوع نفسه. هل اللي بيخشت فيه الموضوع هذا قبل سيد عبد الحميد الفضيل الركود التضخمي ولا لا؟ شكرا أستاذ أحمد، يعني شهادة أعتزها حقيقة. بالنسبة شوف ربما في بداية الحديث يعني يجب الإشارة، للأسف الشديد أستاذ أحمد ما عندناش مؤشرات زي ما ذكرت. يعني باش نقول عندي ركود تضخمي لابد أني ندرس البيانات المتعلقة بمعدلات البطالة والبيانات المتعلقة بمعدلات التضخم باش يكون عندي كلام دقيق. لكن ربما المؤشرات، نتحدث على مؤشرات وجود ركود تضخمي، هذه المؤشرات تمثلت في العديد من التجار، يعني يتحدث على انخفاض حجم الطلب. صح. ومن تم ربما العرض أكثر من الطلب. راح نشاهد حتى بعض المتاجر وبعض المصانع ربما يعني تغلق أبوابها إذا ما استمر هذا الموضوع. وأيضا أرقام اللي تتحدث على ارتفاع المستوى العام للأسعار وخاصة سلة السلع الأساسية، هذا موجود وملموس. فبالتالي الآن نتحدث على مؤشرات ولا نتحدث على أرقام حقيقية موجودة حتى نستطيع أن نتحدث على وجود ركود تضخمي بنسبة كذا، يعني نحدده بأرقام دقيقة مطلقة. باي قبل ما نخوض معاك في شن الحل، المشكلة هذه نقدية في سعر الصرف أم مالية؟ وعند المشكلة هذه نقدية من خلال سعر الصرف وعند مصرف ليبيا المركزي، أم هي مالية عند الحكومة وتعالج مصروفاتها؟ وين الموضوع في هذا؟ شوف أستاذ أحمد، يعني اللي موجود عندنا الآن ربما يتم عندما نتحدث على الحلول ربما نسير في اتجاهين متوازيين. نتحدث على الاتجاه النقدي واللي هو متمثل بدرجة أولى في عرض النقود. على فكرة في نقطة مهمة جدا أستاذ أحمد، بعد في خلال هذا العام انخفض عرض النقود، يعني الكتلة 25 مليار انخفض 25 مليار، وهذا هو السبب الحقيقي هو لوجود الركود التضخمي ولا؟ ممتاز جدا، هذا احد المؤشرات، هذا مؤشر مهم من مؤشرات اسباب وجود الركود التضخمي، كون ان انخفاض الكتله من العمله المحليه يعني مع جعلت ان هناك طلب على السلع والخدمات مثل السابق. ولين نشوف فيه مؤشر ايجابي. ليش مؤشر ايجابي؟ لنهدشر وكأنه يعطي بإعاز للمصرف المركزي إنه يعزز قيمة الدينار الليبي. ممتاز. بدل 4 دينار مفروض نخفضه. ممتاز. طيب وقف لي لهنا بس كنت أنا نعتقد زيك أنت بالضبط أن التصرف السليم أنه يتم تغيير سعر الصرف. باي أنا ما بيش نحكو على عقبات توا، لكن رجينا أن الحكومة قاعدة تضخ في أموال، واللي فهمت أنا قبل ما ندرز معاك ما نعرفش صحيح لي إذا كان صحيح. غلط ولا لا، إن زيادة الانفاق ما تساعدناش في هالموضوع هو سيد عبد الحميد. صحيح. أنا ما أقول لك حاجة. هذا الاتجاه الأول. هذا الاتجاه الأول كونها تقلص عرض النقود. الاتجاه الثاني هو متعلق بالحكومة والسياسة المالية اللي هو فيما يتعلق بموضوع الانفاق العام. زيادة حجم النفقات بشكل كبير راح يأتي، يعني هذا شيء يجعلنا ندور في نفس الدوامة. يعني وجود نفقات ربما يحدث نوع من الرواج وزيادة في الطالب على السلع والخدمات وممكن يلاحظوها التجار، لكن راهو هذه ما تسعفنيش في معالجة سعر الصرف. ليش أستاذ أحمد؟ لو احنا في وضع توازني، شنو هو الوضع التوازني اللي هو دينار و30، ممكن نقول لك عندك ركود ممكن تعالج زي ما عالج كنز في أزمة الكساد الكبير في عام 1929 من خلال زيادة حجم النفقات. أوكي ماشي الحال، لا تتمر عندك مشكلة في سعر الصرف، أي بمعنى آخر أنت في مرحلة إصلاح لقيمة الدينار الليبي، فزيادة حجم النفقات ربما يعني تجعل من الموضوع أكثر صعوبة. يعني راح ننتقل إلى يعني مشكلة تضخمي بسعر صرف ربما 5.5 أو 6 دينار. إذن ما هي الحلول؟ الحلول فيما يتعلق بالسياسة النقدية إن نعزز قيمة الدينار الليبي من خلال رفع قيمة الدينار الليبي، ومن خلال السياسة الأخرى إن نفقات الحكومة يفترض أنها لا تتجاوز في تقريبا ممكن من 70 إلى 75 في أسوأ الظروف 80 مليار
دينار، انت بعد يكون سعر انت الصرف انت, انت 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 متبع سيد عبد الحميد، مش مندوخوش المواطن، انت متبع وحاول حاول حاول بشويه علينا بس، لان راهو مش طلبه كليه اقتصاد المشاهدين، يبوا يبسطوا المعلومه. أبسطها بشكل آخر. بعد تفضل زيد بسطها. أيوة زيد بسطها. إيه نبسطها بشكل آخر. لو نتحدث بالأمنيات، خلينا إحنا بهي الأمنية أستاذ أحمد إنه يكون مرتبين 10,000 دينار وأنت 10,000 دينار. صح. لكن هذا شيء بينتج عنا، بينتج عنا زيادة في الطلب على السلع والخدمات بشكل مباشر، يعني بدون سعر الصرف. توا ممكن كنت أنت في السابق كتاجر تبيع في 10 قطع من سلعة إكس في اليوم، نتيجة الأنفاق المتزايد راح تبيع 100، التاجر راح يقول هذا شيء إيجابي، راح هذا زيادة المبيعات وبتم زيادة أرباحي. لكن أنت كتاجر ما تنتجش في السلعة، أنت هذه السلعة تنتج يعني في الخارج، وبالتالي لابد من حصول على دولار باش تحصل عليها. إذن بشكل أو بآخر زيادة في الطلب على النقد الأجنبي، فبالتالي هذا مساعدنيش كعملة كجنيبي كيف نعز دينار ليبي نعزز قيمته. لو فتعزيز القيمة بترشيد الأنفاق، أنفاق يكون بأقل قيمة ممكنة. هذا مش ماشي فيه أبدا سيد عبد الحميد، ماشي فيه عكسه. إذا استمر هذا الوضع ولم يتغير سعر الصرف، واستمرت الحكومة على هذا النهج من الصرف، كيف ترى الوضع الاقتصادي بداية العام الجديد؟ هو دائما أستاذ أحمد هو التوقعات في الأمد القصير وفي الأمد المتوسط والأمد البعيد، لكن دائما تأثيرات الاقتصاد في الغالبة بعيدة. وخاصة فيما يتعلق بالأنفاق تكون في الأمد المتوسط وفي الأمد البعيد. ليش؟ يعني نعطيك مثال بسيط. التغييرات في المالية ولا النقدية؟ في المالي. نعطيك مالي. مثال بسيط. كان عرض النقود اللي عندنا احنا في عام 2012 باهي ممكن في حدود 58 مليار، كان 49 مليار. ليش قفزت عند 120 و125؟ لماذا؟ نتيجة زيادة النفقات. لكن أنت تأثرنا به في 17 و18 و19. صح. إذن بنفس الشاكلة هو أعتقد أن لحقت على جزء بسيط من حديث ضيفك الكريم، يعني تحدث قال الحكومة ما توقعش أنها تخفض سعر الصرف. صحيح. لماذا؟ لأن هذا راح يقلص إيرادات الحكومة، وهذا طبعا الحكومة في النهاية تنظر إلى حجم المصروفات وإيرادات فقط، وبالتالي ديما تحاول انها تكون عندها اكبر قدر ممكن من الايرادات حتى تنفق اكبر قيمه ممكنه دون النظر الى الجوانب الاخرى، باش نخرج منها يعني هالمستنقع اللي موجودين فيه بوجود مؤشرات ركود تضخمي. لابد من تعزيز قيمه الدينار الليبي. الجزء الاخر ان نفقاتنا ما تكونش بشكل كبير جدا، وهذا راه امر مهم ومهم للغايه. الشيء الثاني، اذا نفترض سعر الصرف كان 4، كيف بينعكس هذا في حاله الرواج؟ بعد يكون سعر الصرف 4 دينار وكأنك زدت الانفاق راهو، وبالتالي راح القوة الشرائية راح ترتفع، أي بمعنى آخر راح يزداد الطلب على السلع والخدمات. معناها أصحاب المحلات وأصحاب المولات راح يكون في طلب أكبر على سلعهم وخدماتهم، ومن ثم راح يشغلوا عاملين أكثر، أو المصانع راح تشغل عاملين أكثر. الناس اللي كاينين في حالة بطالة راح يكون عندهم دخول، هذه الدخول 80% راح تمشي استهلاك، وبالتالي ينفقوا ايضا، ونرجع الى حركه الرواج. فهي الامور حقيقه مرتبطه بشكل وثيق جدا عندما نتحدث على السياسه النقديه وعلى السياسه الماليه. سيد عبد الحميد الفضيل، انت احد احنا يعني في المنطقه الغربيه نعتبرك شخص عنده 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 علم كويس، اكيد يسالوا فيك في الشارع اصحابك، و مع أنه يعني من وسط أنت أكاديمي مش من وسط تجاري، لكن في مصرات أكيد عندك أصحاب تجار وكذا، فيش حد يسأل فيك يقول لك شن بيصير في الدينار شن بيصير في الدولار كده، السؤال هذا يسألوا فيك. أعرف أستاذ أحمد، أكثر سؤال يسأل فيه الناس، رأوا ما يسألوش عليه على المرتبات ولا يسألوا على حجم النفقات ولا لا 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 لا، شن صاير في الدولار، بيزيد ولا بينقص؟ باين بينسألولك على هوا، وبالله عليك جاوبني نفس الجواب اللي جاوب فيه لأصحابك. شوف، أنا دائما الإجابة تكون مشروطة يا أستاذ أحمد، راهو في الاقتصاد ما فيش إجابات مطلقة، لأن موش ما نقدرش نتوقع إلا بضوابط معينة بمعايير معينة. نعم. هي ربما نتجه إلى تعزيز قيمة الدينار الليبي مشروطة بحجم إنفاق لا يتجاوز 75 مليار. باي توعد باي أوكي، مشروطة، لكن مشروطة إجابتك، لكن خلاها واقعية قبل كل شيء. 70 و75 أنت تعرف أكثر مني، إن ما فيش كيف يصرفوهم، هم منقزين أكثر منهم تو، والحكومة اللي بعدها لا يمكن تصرف أقل منهم، صح ولا لا سيد عبد الحميد؟ بالضبط. انا خليني نقول ان نتحدث حتى باكثر صراحه، هي عيب الحكومه المتعاقبه ديما بعد تنفق تحط ميزانيه، اهم معيار عندها كم انفقنا العام اللي فات. صح.
ايراداتنا النفطيه فهمتها تو اسعار النفط مرتفعه وانتاجنا كويس معناها بتوقعوا ان ايراداتنا كبيره حط ميزانيه كبيره من دروش للوضع اللي انت فيه راك انت راهو مزاد ممكن دولار يعني ممكن البرميل يولي في 40 دولار في لحظه ولا 30 دولار صحيح انت عند قيمه الدينار الليبي متاعك راهي على شفا الانهيار خلينا نتحدث بكل صراحه اذا لا توجد سياسات نقديه ماليه رشيده بمعنى اخر انت في مرحله علاجيه انت انا على الصعيد الشخصي لو كنت متخذ قرار يا استاذ احمد دي هدفي تعزيز قيمه الدينار الليبي نحط خطه كيف في سنه نص نرجع ل 3 دينار راهو بالامكان راهو فهمتها بعدين نجي لاي جوانب وامور اخرى انا اللي خايف منه يا استاذ احمد الاتي فيما يتعلق بالمرتبات راه اكثر شيء مزعج ربما المرتبات نعم إيه ليش لان كان كل قطاع بتزيد انا نقول لك قطاع تعليم عالي مثلا على سبيل المثال ما نشبلتنا الزياده وراح نطالب بالزيادة نرى على كمواطن يعني فهمتها لكن راهو الحل الجدري في جد المرتبات ما تزيد حد واحد طيب طيب توا خليني في الجماعة هادو ميماش ومماش والمدون وحسام وجماعة يعني هل نستنوا ان القطاع الخاص بتفرج عليه قريبا من هذا الركود او لا بكل صراحة جاوبهم جماعة مش فاهمين راهو فاهم انه هو عنده مشكلة هنا ان مماش هو اللي قاعد يدويلي يقول لي راهو سعر الصرف هو اللي متعبنا وفعلا انت اكدت هذا الكلام بس انت اللي يبي يعرف هو هل الحكومة او المركزي او الناس هذوما قاعدين يفكروا اليوم في زيادة قوة الدينار ام تفكيرهم بعيد كل البعد افعالهم كيف تدل سيد حميد والله استاذ احمد انا ما شفتش اتجاهات او سياسات نقدية او مالية في اتجاه تعزيز قيمة الدينار الليبي راهو على فكرة فيما يتعلق بالدينار الليبي اللي نشوف فيه راهو الامور ماشية عكسية فهمتها كيف يعني التوسع في حجم الانفاق وراهو تحديد راهو موضوع المرتبات راهو راح يكون له تأثير كبير استاذ احمد راهو لو تم مثلا كل قطاع بتزيد بروحها على حدة أراه هذا راح يرفع لي من حجم اليوم زايد المتقاعدين حط حد الأدنى 900 دينار يعني هو ماشي في أن كل بيزيد على حدة واللي أهم منه هذا السيد عبد الحميد أنه هو رجع كرس أنه موضوع الابتزاز الدولة اللي كان آخر في 2014 ما عادش ابتزت الدولة لو تتذكر زمان كان كل مرة في قطاع مسكر طريق وموقف خدماته توا اول قطاع قال انا بنوقف هو قطاع الخدمات الطبيه المساعده اللي هم قالوا احنا في نقابتهم قالوا بنوقفوا حتى التعليم العالي قالوا بنوقفوا والنفط حيوقفوا وهذه القطاعات حيويه ما نقدروش ما نقروش صغارنا او ما نقدروش ما نجيبوش نفط اللي هو يوكل ويشرف فينا وما نقدروش ما نعلموش صغار ما نقدروش ما نداووش صغارنا فبالتالي ورجله فوق ركبه الحكومه رجله فوق ركبتها حتزيدهم وحتوصل الدينار ل 71 المرتبات ل 71 دينار بالتالي الدينار يولي 9 دينار اقل حاجه الدولار هو الكلام استاذ احمد دائما الكلام العاطفي هو اللي يمشي. محبب عند الناس هذا علاش في شعبيه كبيره تو عند السيد حميد وغيره والله ان مليارات رايحات وخلي الناس تبحبح وكل واحد ونعطوه لا ولا 6000 دينار أنا رموكم بالكلام هذا استاذ احمد يعني نضحك على نفسي قبل ما نضحك حتى على المواطنين وناكد لك الكلام هذا راح يلاقي شعبيه كبيره على فكره وكل الناس تفرح فيه لكن خلينا انت شوفوا فيك انت شوفوا فيك معايا انا انت شوفوا فيك رجل منكدي يا دكتور عبد الحميد راو رجل انكد في انكد ومزعج وما تجيبش غير في الاخبار المش كويسه بس اما شوف الجهه الثانيه الورديه بحبحها وعاطي فلوسي من ويصار هذا هو اللي بيسمعوا الناس استاذ احمد انا دائما راهو اي انفاق لابد ان يكون لاهداف محدده راهي خلينا نتكلموا بصراحه يعني عندما نتحدث عن المرتبات انا دي اللي جد المرتبات دي اللي جد المرتبات موحد انا نعتبره والله انجاز يعني يكفي هذه الحكومه لو خرجت بجد المرتبات يكون انجاز عظيم وعظيم جدا 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 بمرتبات مقبوله وتكون عين الاخرى على ماذا على سعر الصرف يعني تخيل سعر الصرف 3 دينار وعندك مرتبات اغلب الناس سيد عبد الحميد في دقيقه بس في دقيقه لو سمحت اغلب الناس تقول لك ليش ما تزيدوش تبحبحوها علينا زيدوا المرتبات وزيدوا قووا الدينار الليبي خيركم تبوا تركزوا على حاجه واحده ما اوكي بالضبط بتزيد مش تزيد المرتبات لا في فرق لا هو هيك المواطن قال لك زيدني الزوز زيد التعليم وزيد الصحه وزيد الدنيا وزيد لي قوه الدينار يجي هذا الكلام ولا ما يجيش في الاقتصاد لا هذين سياسات متناقضه يا استاذ احمد انت بتزيد يعني هو سؤال بسيط يا استاذ احمد ربما من دقيقه ليش في دول غنيه ودول فقيره لماذا ليش الدول الفقيره ليش ما تطبعش عمله وتنفق على شعوبها خليها تبحبح صح
فهو الامور مربوطه، هي لابد ان يكون عندي توازن. انا ما المرتبات اللي موجوده توا كارثه، 450 دينار للمتقاعدين كارثه، فهمت؟ التفاوت اللي موجود في المرتبات مصيبه كبيره جدا، هذا متفقين فيه. في نفس الوقت رأوا التوسع في الانفاق بشكل كبير، حتى هو مشكله كبيره وكبيره جدا. اذا ما هو الوضع التوازني؟ جد المرتبات مقبول، سعر صرف في سنه ونص او ثلاث او سنتين بدينار. انا هذا هو الوضع التوازن المقبول. وخلينا نتكلم بكل صراحه، بتقولوا متشائمين ولا متشائمين؟ انا ما اتوقعش ان قبل خمس سنين حتى وجود الاستقرار انك تفكروا في سعر صرف اقل من 3 دينار. على فكره في ظل الانفاق حتى 3 دينار يا ودي بعيد. لا لا سيد عبد الرحمن، سيد عبد الحميد لازم تعرف ان باقي القطاعات كلهم حيطلبوا زياده، مش حيرضى لك راه وزاره التعليم، زي ما انت ما رضيتش في وزاره التعليم العالي، مش حيرضى لك موظف الماليه ولا الزراعه ب 700 دينار. هذا كلهم يطالبوا ومن غيرهم هما حتى 71 مليار. الان هو بعد زياده القطاع دول القطاعات الاخرى من حق كل القطاعات تطالب بالزياده وتطالب بالعداله الاجتماعيه. هذا قولا واحدا راهو، فهمتها؟ بتقول يجد المرتبات كل الناس اللي يصدر لهم قانون من البرلمان راهو انت مضطر انك تزيدهم، انك زدت التعليم العام من حيث العداله الاجتماعيه. بتقول لي والله بندير جد المرتبات، اوكي انا غير طبق لي بعد دير جد المرتبات غيرني.